المهمة الأولى في سلام، والاثنين كانوا شاطرين جدا، واحدة وصلت لها والتانية مسكتها بسرعة، بس الحمد لله الموضوع كان ظريف وفي تعاون ما بين الأسر، وبابا حبيبة راح جاب ليلى والدنيا ظريفة جدا جدا جدا. جاهزين بقى للمرحلة التانية من الأسئلة؟ المرحلة التانية من الأسئلة هتبقى موجهة للبنات، هتقولوا صح أو غلط. لو ما تعرفوش عايزة أفكركم بوسائل المساعدة في استدعاء ولي أمر أو هنغني، أوكي؟ نجهز مع بعض. حبيبة، استخدم المصريون القدماء الرمال في صناعة الزجاج؟ لا. لا؟ غلط. صح. يعني الإجابة السؤال الثاني، القمر مصدر من مصادر الضوء، صح ولا غلط يا ليلى؟ القمر مصدر من مصادر الضوء؟ صح. القمر يا ليلى يا قمر؟ غلط. غلط طبعا، هي قالت غلط. لا، لأنه هي الشمس. ماشي، نفتكر وسائل المساعدة. السؤال الثالث ليه فاطمة، العين هي أسرع عضلة تتحرك في جسم الإنسان، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو. السؤال لجودي، الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو. ماما، السؤال هنا، عدد أجنحة النحلة يا حبيبة، عدد أجنحة النحلة هم 4، صح ولا غلط؟ غلط. صح يا حبيبة. صح. متسرعة قوي. أوكي يا ليلى، عدد عظام أسماك القرش 6، صح ولا غلط؟ صح. صح؟ غلط يا ليلى. طيب ماشي.